فنان مجدي صبحي، أهل مصر بيرحب بحضرتك. في البداية حابب أسأل حضرتك عن سبب حضورك النهاردة لذكرى الفنان الراحل يوسف بيك وهبي. سبب مجيئي أولا لأن أنا بعشق هذا الفنان العظيم، لأنه فنان قدم للسينما المصرية وقدم للمسرح المصري الكثير والكثير، وكان دايما بيناقش هموم الوطن وهموم السياسة في أعماله وأعماله المسرحية أو السينمائية. وبعدين أنا ده مثلت معاه وأنا عندي 8 سنين قدامه، وأنا عندي 8 سنين، وكان في جملة كده بقولها له أحد المسرحيات، يعني بقول له بابا بابا، بدخل عليه وكان مدام أمينة رزق قلت له ولادة، فيقول لا يا ولادي ولادي إيه، دول ولاد الخطيئة. فلا يعني حصلت حدث كده لذيذ وانا صغير، فما زلت متذكره وهفضل متذكره، لان هذا الرجل اعطى لمصر الكثير جدا من الفن. ان شاء الله هعمل الجزء الثاني من البرنامج المشاكس، انا كنت قدمت الجزء الاولاني وان شاء الله اقدمه قريب باذن الله. شكرا.